هنا بملعب 5 جويلية اشتعلت الأضواء لتوديع ضيوف الجزائر من العرب الأشقاء، سهرة أسدل فيها ستار الطبعة 15 من الألعاب الرياضية العربية. رفعت رايات الأخوة والمحبة بين العرب تحت راية واحدة هي راية العروبة. أولا السلام عليكم في الجزائر الحبيبة، بلدنا الثاني كما نقول هناك في العراق. الجزائر عودتنا على النجاح دائما وعلى كرم الضيافة والوفادة، وهذا أولا ومبعث النجاح الأول الذي لمسناه في البطولة العربية بنسختها 15 التي تزامنت مع الاحتفال الوطني للاستقلال في الجزائر الحبيبة. البطولة كانت وكما رأينا منذ وصولنا إلى المطار اتسمت بتسهيلات كبيرة من الأخوة المتطوعين أو اللجنة المنظمة أو الجهات الساندة للتنظيم البطولة. رأينا ولمسنا لمس اليقين أن الدورة كانت ناجحة منذ اليوم الأول لانطلاقها. الكرم الضيافة والوفادة الجزائرية والجمهور الجزائري الذي يقابلنا بالابتسامة في كل مكان نذهب إليه وهو متلهف ومتشوق، ورأينا أنه يعرف الكثير عنا، وهذا ما أسعدنا في تواجدنا هنا في أرضنا. في الحقيقة أو في البداية أود أن أشكر جميع الشعب الجزائري العظيم على حسن الحفاوة والضيافة والاستقبال، وهذا غير مستغرب على شعب عظيم، شعب شجاع. أما بالمنافسات العربية، أول شيء نحن مسرورين عودة هذه الدورة من جديد بعد انقطاع أكثر من 12 عام. فالجزائر احتضنت الحضن العربي أو العرس العربي، وهذا بحد ذاته نجاح الحالة. طريقة التعامل كانت تعبر عن كرم ضيافة الجزائر حقيقة، يعني من الوهلة الأولى لمسنا أن هناك حفاوة، هناك كرم، هناك أيضا احتضان عربي حقيقي في الجزائر، وهي فعليا ترجمت لنا كفلسطينيين وكعرب إصرار الجزائر على أن تنجح هذه النسخة، وهو نجاح حققته فعليا بشكل مبهر، بشكل ريادي وبشكل نوعي، أنها احتضنت أكثر من 3500 رياضي. كل الأمور كانت سهلة ميسرة ومتوفرة، كل اللوجستيات كانت متوفرة سواء للمنتخبات في القرى الأولمبية، الملاعب متطورة، شهدنا مباني وأيضا ملاعب رياضية تعكس تطور الرياضة الجزائرية. طبعا تنظيم الجزائر كان تنظيم رائع جدا. أولا كسبت التحدي من ناحية المدة الزمنية اللي هي 3 أشهر باش تعود تستضيف كل هذه البعثة العربية، وعلى مستوى حتى المنشآت الرياضية كل شيء كان في منتهى النقاط مطروحة، بالتالي الجزائر قدمت صورة حقيقية تخلي تقول الجزائر تستحق استضافة بطولة كيما البطولة العربية، وأثبتت أنها فعلا للعرب جميعا أنها تستطيع تنظيم بطولة مثل البطولات العربية. لذلك نقول تنظيم رائع، جميع على مستوى التنظيم، على مستوى المنشآت، على مستوى التعاون، وعلى مستوى التنسيق، كل شيء حتى على مستوى الإعلام كل شيء كان 100%. الحمد لله صراحة نجاح باهر، ونشكر الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. حسينا احنا في بلدنا، ما سافرنا 7 ساعات وصلنا الجزائر كأن احنا في الدوحة. الشعب رائع، المواصلات كانت ممتازة، السكن وكل شيء كان على أعلى مستوى. سعدنا جدا بعودة الألعاب مرة أخرى بعد انقطاع طويل، وبعد النسخة اللي كانت في قطر مرة أخرى تحتضنها دولة عربية وهي الجزائر. فكانت جمع كل الإخوان العرب الأشقاء العرب على أرض عربية، ونتمنى هالتظاهرات العربية ما تتوقف نهائيا. على أنظار هؤلاء الجماهير والعائلات الجزائرية انطلقت مشاهد حفل الاختتام بشعاره الجديد سلام، وبعروض فنية حاكت تراث الجزائر وأصالته، عروض كانت فرصة للاحتفال بروح التنافس الرياضي العربي والتبادل الثقافي المتميز والاعتزاز بمواهب وإنجازات الرياضيين من أبناء الجزائر والأشقاء العرب. من جهة التنظيم نظن أنه الحمد لله يعني كانت في ظروف جيدة، وكان يعني الجميع كان راضي على يعني في كل الإقامة والمكان المنافسة وكل حاجة. هذا هو الأهم أنه رينا صورة مشرفة للجزائر، وبالتوفيق إن شاء الله للرياضيين، ونهنيهم مرة أخرى كل الرياضيين اللي فازوا بالميداليات
وإن شاء الله المنافسات أقوى وأكثر في المستقبل القريب إن شاء الله. الجميع كان راضي، الأهم أنه شرفنا الجزائر أحسن تشريف يعني من جهة التنظيم وكذلك من جهة النتائج، والحمد لله هذا هو الأهم. الأهم أنه الجزائر بعد 12 سنة عودت حياة هذه الألعاب، هذا هو الشرف لنا يعني وفضل يعود الجزائر، وإن شاء الله هما كذلك تولي يعني تعاود ترجع هذه الألعاب، هذا هو الأهم. أقول لك أكثر من البلاء الحسن، لأنه في 3 شهور تنظم بطولة بهذا الحجم، نحن ندرك المتطلبات اللوجستية والأمور اللاعبين والإعاشة وكل الأمور اللوجستية، فإنه بالنسبة ل3 أشهر هذا إعجاز، أنا أسميه إعجاز. تنافس الرياضيون العرب في إبراز مؤهلاتهم وصعدوا منصات التتويج وتزينوا بالميداليات بألوانها 3، وحصدت الرياضة الجزائرية في نهاية المطاف حصة الأسد برصيد 253 ميدالية، 105 ذهبية و76 فضية و72 برونزية، محطمة رقمها القياسي للمعدن النفيسة في الألعاب الرياضية العربية. Chaque compétition, c'est vrai qu'il faut toujours garder la tête haute et représenter au mieux le drapeau algérien parce que c'est un honneur pour moi à chaque sélection. Alhamdulillah, je suis satisfait pour l'instant. Je crois que sur 4 courses, j'ai 4 médailles d'or. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée avec tout le groupe et qu'on va ramener le maximum de médailles d'or. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر ربي اللي وفقني في المنازله. اولا كما قلت بالك عوده ميمونه، اكيد ايمان عادت وعادت بقوه. واولا وقبل كل شيء اود ان اشكر الشعب الجزائري اللي وقف معايا في ذيك المحنه، ما ننساهاش كامل. كل ام جزائريه ماكثه بالبيت، كل مراه، كل طفل صغير يشجع ايمان خليف، كل اب جزائري نقول لهم انا بنتكم ايمان خليف، بنتكم واختكم، ونقول لهم الله يعطيكم الصحه. بالنسبه لهذه البطوله، هذه الالعاب العربيه ما كانش مدرجه في المخطط تاعي، بعد نزع الالعاب الافريقيه قررت انه نكون شارك في هذه المنافسه هي الالعاب العربيه، وتكون بوابه تاع العوده تاع البطله تاع. الحمد لله كي ربحنا لا بروميير ولا دوزيام بلاس، سيتي لوبجيكتيف. Donc vraiment on est très content. Merci Nas li jawi supportou fina. Rana vraiment vraiment très content ou l'aguba l'okhrin inchallah. كانت الألعاب العربية هنا في بلادنا، توجنا اليوم بالمرتبة الأولى. الحمد لله شغل هذا شرف لينا، وكيكون سورتو كيكون في بلادنا لوبجيكتيف، تما لازم تحط كاع شي عندك باش توجو للإعلامي والطالب. الحمد لله تحصلت على هذه الميدالية بعد تعب. تحضيرات قوية جدا، مازال ما ديتش روبو، عندي 4 سنين مازال ما ديتش راحة. تما الحمد لله شرفت الجزائر وعدت الجزائر بالذهب، والحمد لله هذه ثاني بطولة على التوالي نجي فيها ميدالية ذهبية للجزائر. نجحت الجزائر من خلال تنظيم هذا المحفل العربي الضخم في تعزيز أواصر التقارب واللحمة بين الأخوة والعرب، فضلا عن تطوير مواهبهم الرياضية وغرس روح التواصل ومبادئ المنافسة الشريفة. كانت الرسالة من الجزائر أن الرياضة تستطيع تجاوز كل الخلافات مهما كان نوعها ومسبباتها وتعقيد الحل، والحل فعليا فرض من خلال الرياضة. الجزائر جمعت العرب مرتين، أولا من خلال وجود 22 دولة عربية في محفل عربي على أرض الجزائر، الجزائر الوطني الأكبر، يعني نتحدث عن عرس عربي رياضي دون أي أخطاء، دون أي تعقيدات، كل التسهيلات كانت على أرض الواقع لإنجاح وصول ومنافسات العرب على أرض الجزائر. الرسالة الثانية كانت أنها أعطت مساحة حقيقية للتنافس، يعني كنا نشاهد نظراء العرب حينما يلتقون كان لديهم رغبة ملحة بتسجيل إنجاز تاريخي على أرض الجزائر، وهذا إن يدلل على إنه الرسالة الرياضية وصلت، يعني حينما يكون الأمر تنافسي ورياضي ينجح الأمر، وهذه هي رسالة الجزائر اليوم، إنه العرب يجمعهم الهوية والعقيدة والدم، فلماذا إذن لا يمكن أن تنجح هذه النسخة على أرض الجزائر؟ وهذا يتخطى كل الأبعاد السياسية وكل القضايا اللي عليها أي خلاف عربي، لأنهم اجتمعوا على الجزائر، إذن اتفقوا على حب الجزائر واتفقوا على أن توحدنا دائما الهوية العربية والإسلامية. من شعار البطولة بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي، يعني شعار البطولة شفناه على أرض الواقع، شفناه في أرض الجزائر،
شفنا الشعوب العربية كيف صار تقارب بينها، احنا كوفود إعلامية، كوفود رياضية، كوفود إدارية، الكل كان متقارب وصارت التآلف بين الشعوب العربية أكبر طبعا بسبب هذه البطولة. أما بالنسبة للتواصل بلا شك مثل هذه الدورات الرياضيين الإعلاميين جميع اللجان بجميع اللجان الأولمبية في الاتحادات العربية الكل يزيد من أواصر المحبة الأخوة، وهذا بلا شك نحتاجه كعرب، وإن شاء الله القادم أجمل وأجمل لجميع الدول العربية. المشاركة بالأعداد، المهم أن تبقى هذه البطولة على قيد الحياة، أن نرى المصري بجانب الجزائري بجانب الكويتي بجانب اللبناني بجانب الفلسطيني، هذا لا نراه إلا في بطولة عربية. بدأت الفعاليات، بدأت الحياة العربية تعود مع كأس العرب لكرة القدم في الدوحة، واليوم في هذا العرس الذي تحتضنه الجزائر الألعاب الأولمبية العربية، شيء رائع جدا أن نرى القرية الأولمبية في العاصمة، القرية الأولمبية في وهران، رائع جدا نرى الإخوة العرب يجتمعون مجددا. شكرا للجزائر على لعب دورها المعتاد في لم الشمل العربي مرة جديدة. فعلا هذا أحد أهم الأهداف النبيلة في هذه البطولة العربية، أنه في تعاون وصار في معارف بين الشقاء سواء على مستوى الرياضات كرياضيين أو على مستوى الإعلام كإعلاميين، حتى أنه شعار البطولة دائما أقول أنه ليس هناك خاسر، ربما هناك فائز بميدالية لكن بشكل عام ليس هناك خاسر، لأنه هذا الحدث وهذا التعاون وهذا التواجد كبلد واحد وكشعب واحد في حد ذاته يقول بأننا جميعا هذا الحدث حقق أهم نقطة، وهي أن العرب انضموا من جديد صورة واحدة، شعب واحد وبلد واحد في قرابة 10 أيام كانت في الجزائر عربية بامتياز. الجزائر أنا وجدت فيهم كرم، وجدت فيهم طيبة، وجدت فيهم تعامل ورقي، يعني بصراحة أنا زرت يعني في خلال البطولات دول عربية كثيرة جدا من غير ذكر اسمها، ولكن وجدت الجزائر يعني من أجمل الدول العربية من ناحية البنية التحتية، من ناحية المؤسسات، من ناحية الثقافة، من ناحية النظافة، من ناحية التعامل والرقي والكرم. نحن السودانيين مشهورين عند الوطن العربي بأهل الكرم، ولكن أنا وجدت أس الكرم هنا في الجزائر بصراحة يعني. فأنا أشكر الجزائريين وأشكر الجزائريين حكومة وشعبا ورياضيين وأهل طيبين، و نتمنى ان نزور الجزائر في يعني في بطولات اخرى ان شاء الله. الابدان تقشعر دموعنا للامانه، يعني دموعنا نزلت بشكل لا ارادي حينما دخلنا الملعب وجدنا العالم الفلسطيني في كل المنافسات. حفظ اسماء اللاعبين واللاعبات كان على ألسن المشجع الجزائري، الطفل الصغير، الرجل، المراه، كل الاعمار، كان الهتاف لفلسطين واضح جدا انه من القلب. الحب الموجود بين الشعب الفلسطيني والجزائري هو حب يرتبط بالتاريخ، تاريخ النضال والكفاح ودماء الشهداء. الجزائر أعلنت انطلاق هذه البطولة في يوم استقلالها، هو يوم غالي، كل الجزائر تقدر هذا اليوم وتقدر التضحيات، 1.5 مليون وأكثر من شهدائها من أجل أن يكون هناك استقلال كامل للجزائر، وهذا الأمر يشابه التجربة الفلسطينية اللي ما زالت حتى الآن تناضل من أجل الاستقلال والتحرير، وهذا يربطنا تاريخيا الدم والهوية العربية. فلماذا نستغرب هذا الحب؟ هذا الحب حقيقي وجداني ويمثل حقيقة العلاقة بين فلسطين والجزائر. تلويح هؤلاء الرياضيين برايات بلدانهم العربية وكأنهم يلوحون شوقا لموعد مغادرتهم الأراضي الجزائرية بعد أسبوعين من المنافسة الأخوية في مختلف الاختصاصات، مجد وتاريخ جديد يضاف إلى سجل الرياضة الجزائرية، تألق باهر وإنجاز تاريخي يوحي إلى سير الرؤية الرياضية الجزائرية في الاتجاه الأفضل والصحيح.